السلام عليكم يا رجاله، هشرح لكم دلوقتي تمرين لعضله الشيست. اول حاجه هبدا بالبار انكلاين، بيشغل عضلات الصدر العلويه، بنزل لحد مستوى دقني واطلع للاخر خالص، بطلع للاخر وانزل للاخر، اعمل انبساط وانقباض للعضله كامله، بلعب كله 3 في 12 عده. تاني تمرين هو التجميع انكلاين. بالمناسبه التمرين ده مركز قوي على عضلات الصدر العلوية، بنزل للآخر واطلع للآخر، برضه بعمل انقباض وانبساط للعضلة، بنزل للآخر واطلع للآخر. تالت تمرين وهو التفتيح انكلاين، برضه زي ما واضح في الصورة بيشغل الخط الفاصل بين عضلة الشيست العلوية، بنزل للآخر واطلع للآخر، أهم حاجة الانقباض وانبساط للعضلة. رابع تمرين وهو التفتيح السفلي، بيشغل الخط السفلي بين عضلة الشيست. هو ممكن تلعبه وانت واقف على الكيبل زي الصورة اللي فاتت، بس أنا بحب ألعبه على الدكة. خامس تمرين وهو الديكلاين، بيشغل الخط بتاع الصدر من تحت كده وبيحدد بين الصدر والبطن، برضو اي حد عنده مشكله في الصدر من تحت بيحلها له، دي حته شو كده. بمناسبه رجاله، اي حد محتاج اي سؤال في اي تمرين او عن اي حاجه يخص كمال الاجسام يكلمني. ما ننساش بقى اخر حاجه نلعب المتوازي بعد التمرين، يشد معانا التروي ويشد معانا الشيست والكتاف، لازم ارمي جسمي عكس كده بحيث ان انا اجيب الشيست كله.